مناورة ميدانية مشتركة نفذتها المؤسسة الأمنية بأذرعها كافة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية الشريكة في عدة محافظات في الضفة الغربية، تحاكي اندلاع حريق كبير والسيطرة على مجموعة إرهابية متحصنة في أحد المنازل وتمرين لمحاكاة الزلازل. الهدف الأساسي هو الشراكة مع الأجهزة الأمنية من خلال غرفة العمليات المشتركة وغرفة عمليات الدفاع المدني وغرفة عمليات الشرطة وغرفة عمليات الأجهزة الأمنية ككل، من أجل رفع كفاءة المحاكاة فيما بين الأجهزة الأمنية ومع شركائنا. العملية بشكل عام هي عبارة عن حريق وردت لدى الدفاع المدني في بلدية البيري وفي إسعاد الطفولي وفي مبنى مكتبة البلدية، تم إخلاء 106 إصابة، 106 أشخاص موجودين في بلدية البيري، 250 طفل في إسعاد الطفولي، بالإضافة لموظفين بلدية البيري حوالي 25 شخص اللي هم في مكتبة بلدية البيري. مناورات مشتركة في محافظات رام الله والبيري ونابلس وجنين وبيت لحم، ما يوفر تمرينا كبيرا لأصناف القوات واختبارا لنظام القيادة والسيطرة للتأكد من جهوزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع الأحداث الطارئة وتكامل الميدان بين الأجهزة الأمنية والمدنية لتعزيز مكامن القوة ومعالجة نقاط الضعف. المهمات كان في عنا حريق بيت داخل مصابين، بالإضافة لحادث سير بنفس الوقت اصطدامه مع شبكة مع عمود إنارة، كمان في عندنا كان إخلاء لعمارة تراست وتأمين المكان من حيث الإضافة اللي كان في عندنا بنك موجود في العمارة فيجب تأمينه من الأجهزة الأمنية ولا آخره. بخصوص دور الإطفائية كان في حريق البيت والسيطرة عليه، بالإضافة لإخلاء المصابين من حادث السير. الهدف منه اختبار وقياس قوة جاهزية المؤسسة الأمنية والمدنية في التنسيق فيما بينها من أجل التعامل مع حدث طارئ والخروج بأقل الخسائر والسيطرة على حالة الفوضى التي عادة ما تنتج مع الحالات الكوارث الكبرى والسيطرة على حالة الإشاعات لوجود إعلاميين موجودين في المكان، لأن حالات الكوارث أيضا يرافقها حالة فوضى وحالة إشاعات وتكهنات في إصابات أو عدم من وجود إصابات أو عدم وجود إصابات أو وجود قتلى أو وجود ضحايا أو عدم وجود ضحايا. الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بالمناورة في كل مدن الضفة، ولوحظ حركة نشطة لمركبات الإطفاء والإنقاذ ودوريات الأمن وسيارة الإسعاف وسماع إطلاق نار ودوي انفجارات خلال تمرين الاقتحام وسيطرة على المجموعة الإرهابية. مناورات عسكرية تقوم بها المؤسسة الأمنية للوقوف على جاهزية هذه الطواقم واستعداداتها في حال حدوث أي مكروه والاستفادة من الأخطاء إن وقعت لتلافيها في المستقبل. فراس لنا فضائية النجاح البيرة.